رحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض نشوف تشكيلة ويست هام في مباراة اليوم النهائي دوري المؤتمر الأوروبي. هل سيفوز ويست هام اليوم على فيرونيكانا؟ تعالوا نشوف تشكيلة المباراة. هل سعيد رحمة موجود في هذه التشكيلة أم غير موجود؟ هذه هي تشكيلة الفرق. فيرو فيرو نتينا، شوفوا اخواتي هذه تشكيلتها، هذه هي التشكيلة. اما بالنسبة لوست هام كما ترون، هاي وست هام، سعيد بن رحمة هنا موجود، وست هام سعيد بن رحمة اساسي في هذه المباراة. تحية الجزائر واهل الجزائر. وهذه تشكيلة الفريق الاول. لو احنا دخلنا التشكيلات الكاملة لهذه المباراة، تعالوا ندخل للتشكيلة الكاملة. طبعا اليوم في تمام الساعة 8 توقيت الجزائر وعشرة توقيت مصر. هذول هما البدلاء للفريقين. طبعا حدا يحكي لي اقرأ الاسامي، انتوا عارفين الاسامي كلها عبارة عن روشيتة، وانا ما بحبش اقرأ اسامي الروشيتة. احنا نقرأ فقط مدرب ويست هام ديفيد مويس. انتظر رقم تعليقاتكم وتوقعاتكم حول هذه المباراة النهائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.